سيد عبد الحق العيايدة، كيفاش وقعت في يد المخابرات المغربية؟ وعلاش تم التسليم نتاعك للسلطات الجزائرية؟ أنا أخي أولا ما وقعتش في يد المخابرات المغربية، يعني أنا المخابرات المغربية نضحك عليها، حتى الملك نتاعهم نضحك عليه، ولكن خيانة القصر الملكي خونة، المغاربة خونة. وإني أتعجب اليوم من رئيس الجمهورية أو وزير الخارجية أو الوزير الأول، يعني راهم يدوروا باش تكون الاتحاد المغاربي. أنا نرفض باش يكون الاتحاد المغاربي، وإذا كان الاتحاد المغاربي أرادوا يقيموه نكشف كل الأسرار اللي عندي، حتى وإن اقتضى الأمر توقع حرب بين الجزائر والمغرب توقع على روحها. أنا لم يلقى علي القبض، والدليل عن ذلك كان عندي تقريب 100 شخص يمشوا معايا بالسلاح في المغرب، من بينهم إخوة من الأفغان، من بينهم كان أحمد الزاوي موجود تم، ابن عباسي إقبال موجود تم، كلهم كانوا موجودين، بعض قيادات الجبهة الإسلامية للإنقاذ كانت موجودة تم، من بينهم قاسم طاجوري عليه رحمة الله. أنا يا استدعاني القصر الملكي من طرف أخ، وكانوا عندنا 4 إخوة محكومين داخل السجن، اتصلوا بي. الطريقة اللي اتصلوا بي كانت طريقة موثوقة في أول الأمر. الحقت أنا وين حتى وين وصلت للقصر الملكي للرباط في سلا، كانوا عاطين لي قصر صغير في سلا، داروا بينا، يعني حتى وين أرادوا باش نلحقوا معهم نولوا شبه عملاء. أنا رفضت، لما رفضت كاين شخص في وسط الجماعة وراه معروف، هو اللي كان عميل تاع المخابرات الجزائرية. ممكن تعطينا الاسم تاعه؟ ما نعطيش الاسم، لانه هو لحد الى يومنا هذا راه داير باللي ما على باليش به. نعرفه، وما كانوا 2 اشخاص، شخص واحد قتلوه في ايطاليا، قتلته المخابرات الايطاليه، والسبب عن ذلك علاش قتلوه، لان الاخوه هنا في الجزائر قتلوا 4 ايطاليين، خذوا الثأر في الاخ هذا مشكيكدا، كي نقول مشكيكدا ربما كان اشخاص يعرفوا مباشره الاسم تاعه، ما نذكرش اسمه، مازال النهار باش نذكر هذه الامور. المهم لما لحق الخبر للمخابرات الجزائريه وفضوا خالد نزار، وخالد نزار ها هو يذكر الامر في المذكره نتاعو، لا داعي باش نعاود يعني كل التفاصيل، ولكن هو يقول باللي العيايده ساوب لي حسن ثاني باش يعطيني العيايده من الصحراء الغربيه، ما قبلش، فاذا به سلموه لنا. كيفاش سلموني انا؟ كاين حاجة بين خالد نزار وحسن الثاني ما عرفش يذكرها هو، ولهذا أقيل من منصبه. لما أقيل من منصبه خالد نزار لم يقال في 94 يقول باللي خرج في 94، يعني خرج للتقاعد، هو خرجوه في 5 جويلية 93، كنت أنا مازال موجود في المغرب لما نحاوه، لأني أنا ما جابونيش من المغرب يعني مباشرة لهنا، يعني في شهر ولا شهرين، جابوني في أوت 93 وبينوني في 29 سبتمبر 93، يعني تقريب شهرين 58 يوم. انا السؤال نعود نطرحه لخالد نزار، وهو كما ما يخفالكش قضيه لما بينوني هنا الجزائر في 29 سبتمبر، ما يخفالكش باللي تاريخ المصالحه اللي دارها بوتفليقه دارها في 29 سبتمبر. هنا تولي نقطه استفهام. أنا المهم أنا نطرح السؤال لخالد نزار، نقول له لماذا أقلت من منصبك ورحت للتقاعد؟ هذا من باب، وكيفاش حسن ثاني ساوم بيا الصحراء الغربية ومن بعد ما عطاو له والو وعطاني مدني ليهم، يعني ما عطاو له والو؟ أنا نستبعد باللي ما كاين والو. والأمر الآخر يعني نزيد نكمل لك في مسألة خالد نزار، إذا كان هو أحيل للتقاعد في سنة 1995 في قضية سركاجي، واش جابوا لسركاجي وهددني بالسلاح وقال لي لو كان يموت بوم عرافين وقلت لك، واش جابوا لذب؟ هذا الشيء اللي حنايا أنا كجزائري مازال ما فهمتوش، إنسان يحال على التقاعد ومن بعد يبقى يحكم، إذا كان أحيل على التقاعد حتى المدراء تاع الشركات يبقوا يحكموا في الشركات، لا يحالون على التقاعد. جال عندك الثمة للسركاجي؟ جال سركاجي، دخل السركاجي وهددني بالقتل، وعباس غزيل هدد عبد القادر حشاني
وكسر له النظارات نتاعو وامرنا نحاولوا اللحيه. انا نطرح سؤال خالد النزار نقول له واش جابك السركاجي في 1995؟ هذه هي قضيه المغرب يعني غروسو مودو. أيوة. ما نقدرش نفصل فيها لان فيها امور كبيره. نعم. ذكرت الان قضيه مهمه جدا، ربما تعطينا فرصه على جل باش نزيدوا نفصلوا فيها. القضيه نتاع ولد الشيخ عباسي مدني، قلت من انه كان موجود معك في المغرب. كان موجود في المغرب. نعم كان موجود مع الجماعه. هو كان من الناس اللي بايعوك؟ انا عمي كان مبايع، كانت عندي مرسيدس 190 تاعو بيضه، زين نعطيك حتى اللون. ايوا كنت نمشي بها في المغرب. والقيادات هذو نتاع الجبهه الاسلاميه اللي كانوا موجودين، كانوا موجودين ثم وكانوا مفوضين من طرف رابح كبير. القيادات اللي كانوا موجودين في الخارج، رابح كبير، انور هدام، كامل كلهم كانوا... لا ما كانوش تما، ما كانوش تما. لا 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 الجماعه هما... كاين بعض قيادات الجبهه الاسلاميه للانقاذ كانوا موجودين في المغرب معانا، وكانوا يباتوا معانا وياكلوا معانا. منهم البعض ما كانش يبات معانا، كانوا يباتوا في واحد النزل غالي الثمن. نعم. ووقع اخذ ورد بيناتنا على جال الامور هذه، على جال المصاريف اللي كانوا يصرفوا فيها. المهم كانوا موجودين ثم، وكان البعض منهم كان مفوض من طرف رابح كبير، من بينهم قاسم طاجوري علي رحمه الله كان مفوض من طرف رابح كبير، والابناء تاع عباس المدني الابن اللي كان ثم ما كانوش يتفاهموا مع رابح كبير. الكل كان يحب يتقرب يزرب باش يحكمني انا، باش يولي هو الاقرب لينا احنا، باش حنا نديروا له التفويض. ثم كله من اجل الزعامه. الله اعلم، درك انا ما نقدرش ندخل في قلوب الناس. نعم. ولكن احنا اليوم الشيء اللي راه غايظنا انه كانه كلهم تمصلوا من القضيه وحبوا يخلوها كانه فوقنا احنا، ما نعرف الا باش يسخط علينا الله سبحانه وتعالى ام يسخط علينا العباد. هذا هو المشكل. إذن كانوا انا من المفروض، اسمح لي، من المفروض كانوا معنا يبقوا معنا الى اخر النهايه، واذا اخطانا في مساله يقومون يقولوا لنا اخطأتوا في المساله الفلانيه، ما يتبرؤوش مباشره هكذا كان لم يكن شيئا. كانه حنايا ما نعرف منين جينا، ناس واحد يتهمنا المخابرات، واحد يتهمنا ولاد الحركه، بالك حنا جينا من اسرائيل ورانا نقاتلوا في الشعب الجزائري، بالك خصتنا شي خلصنا شي مونبيراج ولا شكون اللي خلصنا. نعم. القصر اللي قلت عليه، قلت من انه كنتم موجودين في المغرب كنتم موجودين في قصر. نعم. كان هذا تحت الاعين نتاع المخابرات المغربيه ونتاع السلطات المغربيه، وكنتوا تتحركوا يعني بحريه تامه بالسلاح نتاعكم. شوف يا اخي، انا كنت في قصر لما رحت لعند حسن تالي. اما من قبل كانوا عندنا 3 فيلات وعندنا بارطما، كاين فيلا كان فيها حتى طبيب، كنا دايرينها بازاريير باش نولوا نداوي فيها الجرحى. كانوا عندنا فيلات مكريين، وكاين وحده كانت مشريه ب 50 مليون فرنك فرنسي. اذا الشيء اللي فهمته هو ان المغرب كانت قاعده خلفيه. كانت قاعده خلفيه، هذه معروفه حتى عند النظام في الاخر عرفها بلي قاعده خلفيه، وهذه هي الاسباب اللي خلات النظام اغتنم الفرصه لما فرضوا الفيزا المغاربة، جات الفرصه للجزائر غلقة الحدود. وشكون اللي كان يدفع المصاريف تاع الفيلات هذو تاع الماكله نتاعكم؟ لا لا لا، المصاريف كيفاش كانوا يدفعون؟ احنا كنا ندفعوا بالاموال اللي كنا ندوها من البنوك، كنا ندفعوا ندوها، ولكن كانوا اموال يجوا من الخارج، كانوا يليموا من الخارج، احنا عمرنا ما شدينا نتاع الخارج. تاع الخارج هذا من باب من الابواب اللي خلاني غلظت الكلام لبعض قيادات الجبهه الاسلاميه للانقاذ في المغرب. انه لقينا اموال طائله تلحق وما شفناهاش، كي ولينا ندير في الحسابات، انا شخصيا ندير في حسابات مع واحد من القيادات تاع الجبهه الاسلاميه للانقاذ، دخل واحد النزل في اوتيل، يعني ناكل في ساندويتش، يعني ناكل في ساندويتش قريب 10 سوايع باش ناكل كاسكرو، ونكتب ونهضر، والناس كانت تضرب في البيفتاك وفي الكبدان عند الشوايين. حنا نباتوا في 10 في 12 في فيلا، يعني كاريينها باش نقصوا المصاريف، والناس كاريه ب 20 30 الف بالدرام تاع المغرب لليله. هذا هو المشكل. كيفاش تم التسليم نتاعك للجزائر؟ يعني كيفاش وصلت للجزائر؟ اذا ممكن تروي لنا كيفاش هزوك في الطياره، كيفاش هبطوك، شكون تلاقاو، كيفاش واش من سجن داوك الى اخره. يا اخي الطائره جات طائره خاصه
جابوك فيها وحدك؟ طائرة خاصة وحدي على 9 تاع الليل، فيها مجموعة تاع جنرالات، وفيها واحد الناقيب، وفيها واحد الملازم أول. من بعد عرفتهم، لأنه هما اللي كلفوهم بيا، كانوا يحرصوا عليا. نهار كي جابوني داروني في الزنزانة، جابوني دخلوني في مكان، حطوني في المطار، في مطار هواري بومدين، في الليل طفوا الضوء وطلعوني في سيارة وجابوني داوني المكان. ما نذكر لكش المكان درك، ماهوش وقته، ما نذكرش المكان. داوني المكان، خلوني 57 يوم من لدو اوت حتى ل 29 سبتمبر. وش هو المكان هذا؟ فيلا ولا اوتيل ولا؟ لا 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 لا، في زنزانة تحت الارض. في زنزانة تحت الارض، زنزانة تحت الارض، قدامها حوالي واحد الخمس زنازن ولا ستة سوسول تحت الارض. ونعرف المكان، نعرف، ودرك نقدر نروح ليه. نعرف المكان وكلش، كنت حتى الاذان نسمع الاذان نصلي، نقبض الاوقات بالاذان نصلي، لاني ما نعرف لا من الليل لا من النهار. هذا هو. اقعد 57 يوم، 57 يوم الدولي للمحكمه، يجي محمد تقيه اللي كان وزير العدل، وعبد الملك السايح اللي كان نائب العام، درك راه مدير العام تاع مكافحه الادمان تاع المخدرات. هو اللي سمعني، دار لي التحقيق. اما هذيك الصوره اللي يشوفوها الناس في فرانس 24 ويشوفوها تي في 5 ويشوفوها في كذا، هذيك الصوره هذيك هي لدخل المحكمه. هما الناس كلهم يذكروا باللي هذيك في المطار، ولكن ماشي في المطار، هذيك في المحكمه. لما داوني سمعوني عند قاضي التحقيق، اللي دار لي التحقيق هو عبد الملك السايح، كنت مربوط من اليد اليمنى في يد نقيب، واليد الشمال في يد ملازم اول، خايفين كاش واحد يقول لك يقتلوا ولا بيناتهم يعودوا يضربوني، ولهذا ما يبانوش يديا. الناس يقولوا باللي في المطار، في المطار، ماهيش في المطار. واللي باس المغربي هذاك مازال الى يومنا هذا راه عندي في الدار، هذاك راني موجدو كفن المحمد السادس.